السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا النهاردة في منتهى الروعة، باينة من عنوانها. هنعمل السينابون. هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، والنتيجة في منتهى الروعة. طعمه جميل جدا، هش جدا، طري جدا. وهقول لكم بالظبط الأسباب اللي خليته بالطعامة وبالشكل الحلو ده وبالهشاشة الحلوة دي. ان شاء الله لما جربوا الطريقه دي ومقادير مظبوطه 100 100، لما جربوا الطريقه دي ان شاء الله مش هتفكروا تشتروا السينابون من بره تاني، وهتعملوا كله في البيت. شايفين من جوه قلبه فاضي ازاي؟ هش جدا، طراوته ملهاش حل. نبدأ على بركة الله ونشوف هنعمله ازاي. هجيب الاول 3 معالق دقيق، هحط عليهم نص كوباية مية. هقلب الخليط مع بعضه، الدقيق والمية، وبعد كده هرفعهم على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة كريمي زي الكريمة كده. بالشكل ده، بالقوام ده. هركنها تبرد. هاجي على الخميرة، احط معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. هقلبهم جيدا واغطيها واسيبها تختمر. المكونات كده بقت جاهزة. عندي بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، كوباية من الزبدة سايحة ودافية، لبن رايب مطلعاه من التلاجة من فترة، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ مطلعاهم برضو من التلاجة من فترة، و5 كوبايات دقيق ومعلقة صغيرة ملح. دي كل المكونات اللي معانا. هحط كل المكونات السائلة على بعض. وليه استخدمنا هنا لبن رايب؟ اللبن الرايب مهم جدا في الوصفة دي. أولا بيخلي العجينة هشة وطرية جدا جدا وطعمها تحفة. يعني جربتها بكذا حاجة بس مش زي اللبن الرايب خالص. طعم اللبن الرايب حاجة تانية خالص. هو ده اللي بيساعد في نجاح السينابون. والعجينة اللي احنا عملناها اليابانية دي، اللي هي المية ودي على النار دي، بتخلي تعمل لبابة حلوة طرية كده من جوه في قلب السينابون، تخلي قلبه طري جدا. تالت حاجة، عشان ينجح السينابون معانا لازم عجينته تكون طرية وبتلزق، يعني تخلصي ايدك منها بالعافية، او ما تعرفش تخلصي ايدك منها غير بالدقيق. هنعجن كويس جدا كل المكونات مع بعض وندري الدقيق. بعد كده هضيف العجينة اللي احنا عملناها على النار. هعجن بقى الاتنين مع بعض كويس قوي لحد لما يمتزجوا ويكونوا خليط واحد. اللي ما عندوش رابر رايب هيجيب لبن حليب كامل الدسم ويحط عليه 2 معلقة خل، كوباية ويحط عليه 2 معلقة خل او 2 معلقة ليمون، ويركنهم 5 دقايق.
شايفين العجينة ملزقة في ايدي ازاي؟ طرية جدا. هسيبها اغطيها واسيبها تختمر. هي بتاخد وقت شوية في الخمر لانها عجينة دسمة. هبتدي اجهز الحشوه. عباره عن كوبايه سكر بني ومعلقه من القرفه ومعلقه من الكاكاو ومعلقه من النشا. النشا ليه؟ عشان تساعد في ان العجينه تلزق في بعضها، اللفات بتاعه السينابون. هاخد كتله العجينه كلها مره واحده وهفردها مستطيل مربع، مش هتفرق، المهم يكون شكل ايه، يا مستطيل يا مربع. خلاص فردت العجينه، نحاول نظبط الأطراف، حتى لو شلنا الزيادات اللي في الأطراف بنرجع نستخدمها تاني. هجيب زبدة بدرجة حرارة المطبخ وأفردها على العجينة. الزبدة دي عشان تخلي السكر والقرفة والخلطة اللي عملناها دي تمسك فيه في العجينة. بعد كده بضيف الحشو اللي هو خليط السكر والقرفة وبالنشابة، واحاول افرد فيه علشان يمسك كويس قوي في العجينه وما يوقعش، او يمسك في الزبده كويس قوي. هبتدي الفها رول او شكل اسطواني، وهنفض الدقيق اللي عليها اللي انا كنت حاطاه من تحت. حاول انفضه كده وانا شغاله. هناخد بالنا واحنا بنلف، هنلفه بحذر شديد جدا لان العجينه زي ما قلت لكم طريه جدا، وما تخافوش من كميه الدقيق اللي بتحطوها تحت. احنا بننفضها واحنا بعد ما بنخلص وبنلفه بننفض الدقيق من عليه خالص، بس ده عشان يبقى سهل السيطره عليه اثناء اللف. افضل طريقه لتقطيع السينابون هيبقى الخيط عشان يديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شكل الدوائر الحلو ده. بالسكينة هتلاقي الحرفين لزقوا في بعض كده ومدكيش الشكل ده خالص. هتاخدي المقاس بالظبط عشان يطلع شكله حلو ومتساوي، شكله متساوي. هتعملي بالخيط وبتقيسي، عندك مسطرة قيسي، ما عندكيش المعلقة الخشب هتقيسي بيها كده، وتقطعي بالسكينة او بالقطعة خطوط كده على حسب المقاس اللي انت عايزاه. خلاص قطعناه. هجيب صينية، يا اما ادهنها زبدة او زيت واحط فيها السينابون واسيبه يختمر، يا اما ورقة زبدة واحطها تحتيه اللي موجود عندكم. هسيبه لحد لما يختمر ويتضاعف حجمه. بالشكل ده بقى الضعف. هدخله الفرن، هكون مولعه الفرن يسخن على درجة 180. لما يسخن هحطه في الفرن على الرف من تحت، مش هحطه على الشبكة، هحطه من تحت خالص على 180، ما بحطوش تحت الشبكة نهائي، ما بولعش الفرن من فوق خالص.
ليه؟ لان هو ما يستوي من تحت هتلاقيه خد لون روزة كده شكله حلو او بني فاتح كده شكله حلو، هو ده بيبقى سواه، ما بتحطش تحت الشبكة نهائي. على ما يستوي في الفرن هنعمل الحشوة او الصوص اللي هنحطه عليه، عبارة عن معلقة من الزبدة ومعلقة من الجبنة الكريمي وحوالي ربع كوباية لبن ونص كوباية سكر بودرة. هقلب الأربع مكونات دول مع بعض واخلطهم بالطريقة دي بالهاند بلندر أو بالمضرب زي ما يعجبك. كده طلع من الفرن بالشكل الجميل ده، ده شكله بعد ما طلع. هحط عليه الصوص وهو سخن، هيسيح عليه بالمنظر ده، الريحة والطعم ما اقولكوش. وده شكله بعد ما خلص، اتمنى تجربوه وان شاء الله الوصفة تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير ورجاء الاشتراك في القناة حتى يصلكم مني كل جديد. بجد وصفة تستحق التجربة، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة بإذن الله.